السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته في جنات الخلد في الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي حلت ذكرى مولده الشريفة والأمة الإسلامية قاطبة تسعى لإحياء هذه الذكرى الخالدة، هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى التي جاءت هذه السنة محفوفة بالرسوم المسيئة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل رد على من يستخدمون الرسوم المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي أن نتحدث عن سيرته العطرة، وأن نذكر أنفسنا وأبناءنا وأولادنا وأحبابنا بملامح من شخصية هذا النبي العظيم الذي شهد له بها الأعداء قبل المقربين. تحدثنا فيما بعد أو فيما قبل تحدثنا عن مواضيع كثيرة مرتبطة بشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن الجاهلية التي سادت قبل مولده، وتحدثنا عن بشائر الولادة للنبي الكريم وعن ليلة المولد المشرفة المكرمة. اليوم حديثنا أيها الأحباب الكرام عن النبي الطفل والشاب قبل البعثة. فالكثير من الناس يعرفون عن النبي محمد بعد البعثة الشيء الكثير، لكن هناك البعض ربما يخفى عليه من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في الطفولة، وكيف كان في الشباب والمراهقة. نتعرف عليه في حلقة هذا اليوم. إذن حديثنا محمد الطفل والشاب قبل البعثة. يكفيه أن الله عز وجل قال فيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لقد سطع نور الهدى بمولد طه محمد بن عبد الله، ونشأ بأعين الله ورعاية الله، جاء من أسرة فضل وبركة. سيدنا النبي كان يتيما فآواه الله، وكان فقيرا فأغناه الله، وكان ضالا فهداه الله. لهذا ربنا عز وجل أخبر في سورة الضحى فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبعد أن اكتملت شخصيته صلى الله عليه وسلم ونضجت، بعثه الله تعالى في العالمين فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعالوا بنا نتعرف عن شخصية هذا النبي الكريم، عن نسبه وعن مولده وعن طفولته وعن شبابه. العرب في الجاهلية كانوا يبالغون في تقدير النسب بدافع من العصبية القبلية. كان كل واحد إذا سولته
أول سؤال كيقول لي من أي قبيلة أنت؟ فإذا كان من قبيلة شريفة بمعنى أنه له مقام رفيع، في اعتقادهم أن النسب يورث الشخص عددا من الخصائص السلالية جسميا ونفسيا. وحتى عندنا في حياتنا العادية نسأل الإنسان، كنقول له لبغى غير يخطب كيقول لي مين انت في الخوت؟ واش انت من اهل فاس؟ واش انت من اهل الامازيغ؟ واش انت من اهل الشمال؟ من اهل الجنوب؟ من البادية؟ لان الانتماء في اعتقاد الكثير من الاشخاص انه يورث الخصائص النفسية والجسمية. فجاء الاسلام لكي ينفي هذه المفاخرة بالنسب، فقال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى ووجد من يقوم بأعمال فيها مخالفة شرعية، كان يقول: يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، من أبطأ به عمله لم يتقدم به نسبه، من أبطأ به عمله لم يتقدم به نسبه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في موطن الفخر، وإنما في موطن البيان. ماذا كان يقول؟ يبين نسبه الشريف. كان يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي الكريم يسمى المصطفى لأن الله تعالى اصطفاه من خيرة الأجناس والسلالات، فهو ينتمي لسيدنا إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. أسرة النبي الكريم كانت تعرف بالهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. وهاشم كان عظيم العرب وكان زعيمهم في مكة المكرمة، كان يعتني بشؤون الكعبة المشرفة، لأن الكعبة المشرفة الناس يحجون إليها حتى في الجاهلية، وهي من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام. ولكن آنذاك قد اكتنفها الشرك واكتنفتها الوثنية. فكان جد النبي الكريم هاشم يتولى السقاية ويتولى الرفادة للحجاج. إذا جاء الحجاج من القبائل البعيدة كان يقوم بالسقاية، عنده مفتاح بئر زمزم، والرفادة أنه كان يطعمهم ويسقيهم، ما تقوم به الآن الفنادق، لكن أيام زمان كان عملا تطوعيا ومن أجل كسب الثواب. وكان يطعم الحجاج بمكة التريب في دار بيته، دار كبيرة جدا، كان يصنع التريب، وهو طعام معروف عند العرب، هو عبارة عن 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 خبز ومخلوط باللبن وفيه عسل، يسمى التريب، يعطى للحجاج القادمين من بعيد من باب الإكرام. جد النبي الكريم هاشم كان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، لأن العرب في الأول كانوا يطوفون فقط حول الكعبة وينتظرون الحجاج أن يقدموا إليهم. فقال لهم وهو زعيمهم: لابد أن نذهب إلى الناس، نذهب إلى البلدان المجاورة. فكان في الشتاء يذهب إلى الشمال، إلى الشام، سوريا ودمشق وفلسطين والأردن، وفي الصيف كان يهبط إلى الجنوب، يذهب إلى اليمن وما حولها، ما يسمى برحلة الشتاء والصيف. نزل فيهم قول الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف. حينما توفي جده هاشم ابن عبد مناف، الذي تولى المهام بعده هو أخوه عبد المطلب. وعبد المطلب كان يسمى بالفياض لأنه كان سخيا وكان كريما، فيه السخاء وفيه الكرم. ومعلوم أن الله تعالى لماذا اختار العرب
من أجل رفع لواء الإسلام؟ كان من الممكن أن يختار الله تعالى أي أمة أخرى. كان هناك أمة الإغريق وأمة الرومان وأمة اليونان وأمة الفرس والهنود والصينيون، كانوا أيام زمان. لماذا ربنا اختار العرب خصيصا من أن يجعل النبي منهم الخاتم والرسالة الخاتمة؟ لأن العرب رغم جاهليتهم فكانوا يعبدون الله، ولكن يعبدون الأصنام كأنها قربة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، يتخذونها زلفة إلى الله. ومن أهم خصائص العرب رغم فسادهم ورغم شركهم كانت فيهم صفات عظيمة، عندهم السخاء وعندهم الكرم وعندهم الجود ويهبون لإنقاذ المظلوم. هذه الصفات الحقيقية للعرب. فربنا سبحانه وتعالى اختار النبي الكريم من هذه القبيلة التي عرفت بالسخاء والكرم وخدمة الدين وتقديس الكعبة المشرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يحدث عن نفسه كان يقول: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. من هما الذبيحان؟ سيدنا النبي، أبوين منه تعرض للذبح. الأب الأول وهو البعيد، جده الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم، فسيدنا النبي هو حفيد لإبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل لما بعثه الله تعالى كان عاقرا لا يلد، وكان يدعو الله تعالى أن يرزقه الولد، وختاما ربنا عز وجل رزقه المولود وهو إسماعيل على كبر، كما يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل كان هو الأول، فأراد ربنا أن يبتلي إبراهيم الخليل بإيمانه ويقينه فأمره أن يذبح ابنه. فجاء إبراهيم الخليل وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. النبي إبراهيم يطلب من ابنه الذبح، والابن الصغير فيه إيمان ويقين، طلب من أبيه أن يفعل ما يؤمر، أن يلتزم بأمر الله ولا يتردد. وطبعا كما تعلمون جميعا لما تله بالجبين وأراد ذبحه ربنا عز وجل فداه بذبح عظيم، فنال إبراهيم الخليل كرامة الله، ومن ثم سمى يلقب، صار يلقب بالخليل. الخليل هو الحبيب إلى الرحمن، في حين أن إسماعيل أعطاه الله تعالى جائزة وكرامة، وهي أنه جعله نبيا وجعل من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحباب، هذه قاعدة: كلما كان الابتلاء من عند الرحمن، الله تعالى رحمن رحيم، وقد يكون بلاؤه شاقا علينا، قد يكون بلاؤه فيه شدة وفيه ألم، ولكن من صبر واحتسب فإنه يأخذ الجائزة الكبرى. هنا سيدنا إبراهيم لما ابتلاه الله تعالى بذبح ابنه فصبر واحتسب، صار يسمى الخليل، يعني المحبوب عند الرحمن. وإسماعيل عليه السلام لما صبر واحتسب وخضع لأمر الله، ربنا عز وجل أكرمه بالنبوة وجعل من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كان يقول: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو إسماعيل، والذبيح الثاني من هو؟ إنه عبد الله أبو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي وقع أن عبد المطلب لما كان رئيس قريش وكان يقوم بشؤون البيت الكعبة المشرفة وينظم وفود الحجاج، وقع له نزاع مع بعض زعماء قريش وظلموه، لأن عبد المطلب لم يكن عنده أولاد سوى البنات، كان عنده فقط الإناث، لم يكن يلد الذكور. والعرب كل من عنده بنات كانوا يحتقرونه ويستضعفونه، أما من عنده الذكور الرجال فإنهم يحترمونه ويقدرونه. لما تعرض عبد المطلب لظلم زعماء قريش نذر
إلى الرحمن أمام الملأ، صعد إلى باب الكعبة ونظر من الله، قال: يا رب، لئن آتيتني 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوني لأنحرن أحدهم عند الكعبة. هذا نذر. تصوروا أن العرب كانوا يعبدون الله، ولكن هم يعبدون الأصنام أيضا، يقولون الله بعيد عنا. فعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوته، وكان يرزق بالأولاد الذكور تباعا. فلما اكتملوا 10 أبناء قالوا له زعماء قريش: يا عبد المطلب، عليك أن توفي بالنذر الذي قدمته للإله أمام الكعبة. ما هو النذر؟ أن تذبح أحد أبنائك. فجمع أبنائه 10 وقال: من منكم يرضى أن أذبحه؟ طبعا لا أحد يرضى بهذا الأمر. فضرب القداح بينهم، وكان العرب كيقوموا بعمل ضرب القداح، هي بحال كنعرفوا شكون اللي غتجي فيه السهم. فلما ضربوا القداح خرجت في أحب أبناء إليه، وهو عبد الله. عبد الله كان عمره أنذاك حوالي 18 سنة، هو الأصغر في إخوته، وكان محبوبا عند أبيه. عبد الله هو كان على صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اسمه عبد الله، فمرتبط بالألوهية. وعبد الله كان شابا لبيبا، وكان طيب الخلق، وكان كثير الحياء، وكان محبوب أمه وأبيه. فلما ضربوا القداح خرجت في عبد الله، فقال: يا أبتي، رضيت أن تذبحني عند الكعبة. ففعل عبد المطلب مثل ما فعل إبراهيم مع ابنه إسماعيل، ساق عبد الله إلى الكعبة وهو يحمل حبال لكي يحزمه ويحكم عقاله، وأخذ معه 60 لكي يقوم بعمل الذبح. فلما أقبل إلى الكعبة إذا بأخواله يقدمون، وأخوه أبو طالب، كلهم يقدمون من الأحباب والمقربين، فمنعوه. قالوا: يا عبد المطلب، كيف تسمح لك نفسك أن تذبح ابنك وفلت كبدك؟ قال: هذا نذر قدمته للإله أمام الكعبة، وقد استجاب دعوتي، وعلي أن أوفي. فقالوا: يا عبد الله، ما رأيك؟ عبد الله كان يقول لأبيه كما قال إسماعيل لإبراهيم الخليل: يا أبتي، فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن أخواله من بني مخزون قالوا: انتظر، هناك امرأة عرافة، امرأة حكيمة، عندها أحكام، وعندها بقايا دين إبراهيم من الحنيفية السمحاء، عندها معلومات عن الأديان السابقة، نستشيرها لعلها تدلنا على كفارة. فلما استشاروا هذه المرأة، واسمها سودة، فلما توفي عبد الله دفنوه بيثرب بالمدينة المنورة، وكان هذا والنبي الكريم لا زال جنين في بطن أمه. الملائكة لما رأت وفاة عبد الله خاطبت ربنا عز وجل وقالت: يا ربنا، إن هذا عبدك ونبيك وصفيك محمد صار يتيما وفقيرا. فقال الله عز وجل: أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. ودفن عبد الله في يثرب، والنبي الكريم لا زال في بطن أمه. لما سمعت آمنة بأن زوجها قد توفي، وهي لا زالت شابة صغيرة ولم تقضي معه إلا أسابيع قليلة، شعرت بحزن عميق لفقدان الزوج، ولكن عزاءها هذا النور الذي كان في بطنها بدأ يكبر ويكبر. وحينما ينطفئ الضوء ينير صدرها ويشرق بطنها، فأنساها حزن فقدان الزوج، إلى أن جاءت اليوم الذي سوف يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ورأيت في المنام نورا أضاءت له السماء، ولما خرج سيدنا محمد من بطنها قالت: خرج من فرجي نور أشرقت به مشارق الأرض ومغاربها. وكان جده عبد المطلب يريد أن يسميه قثم، لأن قثم هو
حفيد له كان عزيزا مات له وعمره 14 سنة، وحزن الجد عبد المطلب وقال أول مولود من أحفادي يولد سأسميه قثم. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسميه قثم، لكن أمه رأت في تلك الليلة وسمعت هاتفا من السماء يقول لها سميه محمدا، سميه محمدا، سميه محمدا. فكانت تقول وهي ترتجف من الخوف وما محمد؟ فقال لها كي يكون محمودا في السماء والأرض. القابلة التي استقبلت مولد النبي الكريم هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، والحاضنة التي قامت بالعناية به وبأمه هي أم أيمن، والمرضعة الأولى هي ثويبة جارية أبي لهب. وسيدنا النبي كما ورد في الأحاديث الصحاح أنه ولد مختونا مسرورا، السرة أيضا مقطوعة قطعت من تلقاء نفسها. وولد النبي الكريم وهو يرفع السباب إلى السماء مستقبلا القبلة وكأنه ساجد وهو لازال جنين. فبقي مع أمه لبضعة أسابيع، ومكة المكرمة عادة كانت ترسل الأطفال الصغار إلى المرضعات في القبائل البدوية، لأن مكة كانت مختلطة، يأتي الحجاج من كل القبائل وتنتشر بعض الأمراض تصيب الأطفال الصغار. فكانت الأسر العريقة كانوا يرسلون أطفالهم إلى القبائل البدوية، أولا لينشأوا نشأة صحية، وثانيا ليتعلموا فصيح اللغة. فالعرب كانوا فصحاء بلغاء، يقال أعرب بمعنى أبان وأفصح، الفصحة والبيان. وكان من بين القبائل التي تستقبل الرضع قبيلة بني سعد بني بكر، هذه قبيلة صحراوية ولكن فيها المناخ صحي، وأهلها يتكلمون عربية سليمة بالصديقة بدون تعلم. فكانوا يذهبون إلى مكة ويلتمسون الأسر العريقة، وذلك العام كان عام قحط. فلما ذهبت القبيلة ونسوتها حصلوا على الأطفال من الأسر الغنية، كل أسرة غنية يقع عليها التهافت والتزاحم، لكن أسرة النبي الكريم أمه آمنة وهو يتيم وفقير لا أحد تقدم لأخذ هذا الطفل الصغير. فلما بقي وحيدا حليمة السعدية قالت هذا الطفل الصغير أريد أن أخذه لكنه ينتمي إلى بيت فقير. فزوجها أبو كبشة بينما هما راجعين قالوا سنعود خاوي الوفاض، هيا بنا نأخذ هذا الطفل الصغير، رغم أن أمه هو يتيم وأمه أرملة وهي صبية والعائلة فقيرة، نأخذه. أبو كبشة رجع وأخذ الطفل الصغير وانطلقت القافلة. انطلقت القافلة والناس قد زهدوا في أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأسرة أسرة أبي كبشة وزوجته حليمة سوف يكرمهم الله عز وجل. زوجها لما رأى النبي الكريم في خرقة بيضاء يبتسم قال ما أجمل هذا الطفل الصغير، أرجو من الله أن يجعل فيه بركة. فحقق الله رجاءه وبدلهم بعد عسرهم يسرا. أول الكرامات أن السيدة حليمة كان عندها رضيع أيضا من بطنها، وكانت ديورها جاف ما في لبن، فلما أرضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاض اللبن من تديها، وكان لبنها لا يكفي ولدها الرضيع. ثم لما هم في الطريق الجمال كانت عطشانة ما فيها حليب، فإذا بناقة حليمة تدر الكثير من اللبن، وهم في الطريق كانوا يحلبونها ويخرج منها لبن كثير وطازج يشربون حتى يشبعون، وأغنتهم عن السؤال. وتعجب الزوج من هذا الطفل الصغير وقال لحليمة لقد أخذت نسمة مباركة. وفعلا لما وصل إلى قبيلة بني بكر بني سعد وحل النبي صلى الله عليه وسلم
بهذه القبيلة حلت البركة في بيت حليمة. فالناس في ذلك الزمان كانوا في قحط وجفاف، والغنم تذهب جائعة وتعود جائعة، إلا غنم حليمة التي كان ربنا عز وجل يكرمها بالشبع وتدر الكثير من اللبن. تقول حليمة وهي تروي ذلك بلسانها، ما تقول؟ قالت رضي الله عنها: ثم قدمنا ديارنا في بني سعد، وما أعلم أرضا أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا بها معنا شبعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. وكان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤي، فتروح أغنامهم جياعا وما تبيض بقطرة لبن، وتروح غنمي شبعا لبنا. وهكذا سيدنا النبي لما حل في قبيلة بني بكر بني سعد وهو صبي صغير، أكرم الله القبيلة وأكرم الأسرة. وسبحان الله، كل من قدم خدمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يكرمه، وكل من أهانه فإن الله تعالى يهينه. وقد قال الإمام البصيري قديما في همزيته، قال: وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء، وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. سيدنا النبي ظل في بادية بني بكر بني سعد، ووقعت واقعة غريبة تسمى حادثة شق الصدر، مما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي الكريم لما كان صغيرا وكان يرعى الغنم مع الأطفال الصغار ويرتع ويلعب، إذا بملكين ينزلان من السماء فيأخذانه قريبا الأطفال يلعبون، والأطفال لما رأوا الملكين هربوا إلا طفل صغير، فوجدوه خلف البيوت وأضجعاه، أضجع النبي الكريم وهو صبي عمره أنذاك حوالي 3 سنوات، وشق صدره الشريف وأخذ منه قلبه وطهراه من حظ الشيطان. وكان هذا الشق بدون آلة، هذا من خوارق العادة. ثم ردوا الصدر إلى القلب إلى صدره، فذهب الصبي الصغير الذي كان يرافقه إلى أمه حليمة وأبلغها الخبر. فخرجت حليمة تجري وزوجها، فوجدوا سيدنا محمد الطفل الصغير منتقع اللون من آثار الروع وهو يرتعد، فالتزمته حليمة وضمته إلى صدرها وقصوا عليها القصة. وفعلا هذا الحدث صدقه القرآن الكريم لما نزلت سورة الشرح في قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه من باب المعجزات الخارقة للعادة التي وقعت للنبي الكريم وهو طفل صغير عمره 3 سنوات. بعد هذه الحادثة صارت حليمة السعدية وزوجها يخافون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الطفل مبارك لكن نخاف عليه، كل مرة تقع حادثة نخاف عليه. ومرة ذهبوا به إلى السوق لكي يشتروا له بعض الملابس، فلما اشتروا له لباسا وتعرى لكي يقيس اللباس، إذا بكاهن في سوق عكاظ يرى خاتم النبوة مرسوم على كتف النبي الكريم. وهذا الكاهن ذهب فأخبر جماعة من اليهود، قال: يا معشر يهود، إن النبي المنتظر قد ظهر، إنه طفل صغير به خاتم النبوة في كتفه. فقامت هذه الجماعة من اليهود فقالوا: هيا بنا نقوم بقتله. فهربت به أمه وشهدت فزعا عظيما وهي تهرب به. ثم بعد ذلك وهي في سوق آخر رأت جماعة من نصارى الحبش كانوا معها، فلما رأوه قالوا: سنأخذه إلى ملكنا
هذا الصبي يبحث عنه أحبار النصارى، إنه مكتوب عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فأرادوا أن يأخذوه إلى ملكهم لا تدري ماذا يصنع به، فخشيت عليه. فإذا بحليمة السعدية تعيده إلى أمه آمنة بمكة. سافرت من قبيلة بني بكر بني سعد، ويتبعد حوالي 50 كيلومتر عن مكة، فأرجعته إلى أمه وقالت: إني أخاف على هذا الصبي، أخاف عليه من اليهود والنصارى. فإذا بآمنة تبتسم وتقول: أتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في إقامته في بادية بني بكر بني سعد كان له الأثر الطيب في نفسه. لقد نشأ في طفولته وهو عمره حوالي خمس سنوات، نشأ على الفصاحة والبلاغة في جو طلق فسيح، مما حبب إليه نفسه التحرر والانطلاق والتأمل في الكون والطبيعة. وصار النبي الكريم فصيحا، حتى إنه كان يقول: أنا أعربكم، أنا أفصحكم، وقد استرضعت في بني بكر بني بكر بني سعد بني بكر. فسيدنا النبي من يطلع على السنة النبوية الشريفة كلامه جواهر ولا آلئ، فصيح اللسان: أنا أعربكم، أنا أفصحكم، وقد استرضعت في بني بكر بني سعد. فعاد النبي الكريم إلى أمه وفرحت به حليمة السعدية وعاش معها. ومرة أرادت حليمة السعدية أن آمنة بنت وهب أرادت أمه أن تذهب إلى أخوالها في يثرب تزورهم العائلة والأحباب، وذهبت مع النبي الكريم. فلما هم في الطريق قبل أن يصلوا إلى يثرب بحوالي 30 كيلومتر، منطقة تسمى الأبواء، هنالك أصيبت أم النبي الكريم بنفس المرض الذي أصيب به أبوه عبد الله، وهي الحمى الشديدة. أصابت أمه حمى شديدة، والنبي الكريم كان يبكي وعمره أنذاك 5 سنوات. تألمت الأم فتوفيت، ثم دفنت بمنطقة الأبواء، وكان النبي الكريم يبكي والملائكة تطلع وتقول: يا ربنا، إن هذا نبيك وصفيك ومصطفاك صار يتيما وفقيرا. فكان ربنا عز وجل يقول من فوق 7 سماوات: أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه، أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، والذي أراد أن يعوضه هذا اليتم هو جده عبد المطلب، أراد أن يعوضه حنان الأم وعطف الأب، فكان يعتني به ويأخذه معه في مجالس الكبراء ويوده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 2 عامين توفي الجد، توفي عبد المطلب، فصار النبي الكريم صار مرة أخرى يتيما حتى جده توفي. فالتحق النبي الكريم وعمره حوالي 8 بأبناء عمي أبي طالب. أبو طالب كان عنده أولاد كثر ذكورا وإناث، وكان يقال كان كثير العيال قليل المال. فقالت له بعض النسوة: كيف تلحق محمدا مع أولادك في أسرتك وأنت فقير، لا تجد حتى الطعام لنصف أبنائك؟ ولكن الغريب لما صار النبي الكريم في كفالة عمه أبي طالب، بارك الله تعالى لأبي طالب في رزقه، وكثرت أمواله، وبسط الله له في عياله، فقال: والله هذا محمد بركة، بركة عظيمة. لما دخل إلى بيتنا قلنا: سينقص الطعام، فإذا بالطعام زاد والرزق فاض والخير كثر. وصدق الإمام البصيري لما قال في همزيته: وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. سيدنا النبي وجب عليه أن يعمل، فما هو العمل الذي قام به صلى الله عليه وسلم؟ لقد اختار الله تعالى لرسوله عملا شاقا منذ الطفولة، وهو رعي الغنم. عمره 8 سنوات وبدأ العمل،
لم يتعلم سيدنا النبي في مدرسة ولا في معهد، وإنما كانت مدرسته هي الكون، الكون بما فيه من جلال الله وكمال الله. أول عمل اشتغله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رعي الغنم، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرعاها على قرارطة لأهل مكة. سيدنا النبي كان يشتغل مقابل دريهمات هزيلة في رعي الغنم. هذا الرعي هو عمل شريف يحمل معاني الرعاية والاهتمام بمصالح الغير، فالغنم فيها خراف ضعاف وفيها أكباش قوية، فكان الراعي يحمي الغنم الضعيفة من الأقوياء، وكان يحرس الجميع، يحرسهم من الذئاب، وكان يختار المراعي الخصبة الخضراء، لهذا يسمى الراعي والرعية. وتظل عين الراعي ساهرة وقلبه متيقنا، هذا الأمر يجعل الراعي تثقل شخصيته، لأنه يستيقظ صباحا عند شروق الشمس ويبقى في الخلاء ينظر في الكون والسماء والنجوم، ولا يعود إلا مع الغروب، فيتأمل في شروق الشمس وغروبها وبزوغ القمر وفي تلألؤ النجوم، كل هذا يجعل عينه ساهرة وقلبه متيقظة فتثقل شخصيته. ثم إن الراعي يتربى على الصبر، على شظف العيش، وعلى الزهد في الحياة الدنيا. ثم إن الصمت الطويل يفسح المجال أمام الذهن للتفكر والتأمل في مخلوقات الله. فأول مدرسة تخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم هي رعي الغنم. ربنا سبحانه وتعالى وهبه من خلال هذه العملية، وهبه الكثير من الصفات، فقد جعل عينه ساهرة وقلبه متيقظة وشخصيته مصقولة، ثم صار صابرا على شظف العيش وتعلم الزهد في الحياة الدنيا. ثم إن الصمت الطويل أكسده صفاء الذهن والتفكر والتأمل في ملكوت الله. بقي النبي الكريم لمدة 4 سنوات وهو يرعى الغنم. لما بلغ 12 سنة أراد عمه أن يغير له النشاط، فقال له: تذهب معي للتجارة. عمه أبو طالب كان يذهب إلى الشام في التجارة، فأخذه في قافلة إلى الشام يقومون ببيع بعض المنتجات ويشترون أخرى. وبينما كان عمه في الشام يتجول، إذا به يقابل راهبا من الرهبان المسيحيين النسطوريين اسمه جرجس، ومعنى الرهبان المسيحيين النسطوريين أي الذين ينكرون لاهوت المسيح، لأن النصارى اختلفوا، منهم من كانوا كاثوليك، منهم من هم بروتستانتيين، ومنهم النسطوريين. أصح فرقة في النصارى هم النسطوريين الذين ينكرون لاهوت المسيح، لأن الفرق الأخرى البروتستانت والكاثوليك يعتقدون بحلول اللاهوت في الناسوت، ما يسمى بالاتحاد أو وحدة الوجود، حلول اللاهوت في الناسوت، أن المسيح كان يأكل ويشرب على أنه بشر ويتكلم كأنه إله. لكن هؤلاء الرهبان الذين كانوا في الشام النسطوريين كانوا على الدين الصحيح، ينكرون لاهوت المسيح. هذا جرجس، هذا الراهب، كان يلقب ببحيرة. بحيرة يعني عالم متبحر. لما رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة في الشام، وهي أبعد نقطة وصل إليها النبي الكريم إلى الشام في سوريا وما حولها، رأى النبي الكريم وأمعن فيه النظر وتكلم معه، فتبين له في علامات النبوة، وعرف أنه النبي العربي الذي بشر به موسى وعيسى. ما إن رآه جرجس حتى كبر الله، وأخذ بيد سيدنا محمد الطفل وقال لعمه أبي طالب: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، إني لأعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروفه. ثم أوصى به عمه خيرا
وقال له سيكون لهذا الغلام شأن عظيم ترجع به واحضر عليه من اليهود. ومن ثم عمه خاف عليه وعاد به إلى مكة المكرمة ومنعه من الخروج خوفا من أن يتعرض للأذى. بقي النبي الكريم يشتغل في التجارة الداخلية بمكة ويشتغل في رعي الغنم، وكان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض واشتهر بأنه الصادق الأمين، حتى أظهر الله عز وجل في حياته امرأة طيبة، إنها خديجة بنت خويلد سيدة نساء الجنة. خديجة بنت خويلد امرأة موسرة ذات مال وفير، كانت تتاجر في مالها عن طريق المضاربة مع من تثق فيه من الرجال، ولكنها لما تعبت من السفر ولم تجد هناك رجال فيهم صدق وأمانة صارت تكتفي بمالها، إلى أن سمعت بأن هناك شاب اسمه محمد ابن عبد الله معروف بالأمانة والصدق والنزاهة، فبعثت إليه وعرضت عليه أن يسافر بمالها إلى الشام ويكون في القافلة، وكان معه غلام اسمه ميسرة. هذا الغلام لما سافر معا إلى الشام رأى من بركات النبي الكريم، لما عاد من الشام عادوا بمال وفير، التجارة جاءت بكسب عظيم، ففرحت خديجة بهذا الكسب المضاعف، وقال لها ميسرة هذا الشاب الذي كان معنا محمد إنه فعلا صادق وأمين، إنه يطيل الصمت ويكثر التأمل، وبينما نحن نسير في الطريق إذا الحر والشمس محرقة، وهو كانت تتبعه غمامة كانت توقيه من حر الشمس، وإذا تزحم الناس على الطعام كان يبقى هو الأخير يأخذ ما تبقى من الطعام، وكان إذا باع أو اشترى كان لا يحلف ولا يقسم بالآلهة. فتعجبت السيدة خديجة من هذه الأخلاق الكريمة وطلبت أن هذا الرجل يكون من نصيبها، وفعلا ربنا عز وجل أراد أن يكرم نبيه، فطلبت السيدة خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. قالت له رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدق حديثك، فتزوج النبي الكريم بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحباب الكرام، حياة النبي الكريم قبل النبوة وهو طفل ورضيع وهو شاب مراهق كثيرة وكثيرة، ولكن نكتفي ببعض الأحداث التي عاشها. سيدنا النبي كان يعيش المجتمع ويعيش قضايا الشأن العام ويعيش الأحداث التي تشد انتباه الناس، فمن بين أهم الأحداث التي عاشها النبي الكريم قبل البعثة حدث عسكري وقع في مكة، حرب تسمى حرب الفجار. النبي شارك في الحرب وهو طفل صغير وهو عمره حوالي 16 سنة، لما قامت إحدى القبائل تسمى قبيلة قيس عيلان جاءت إلى مكة واستحلت حرمات الكعبة المشرفة التي تحظى بالتقديس عند العرب، فقامت العداوة بينها وبين قريش ونشبت حرب بينهما. النبي الكريم شارك في هذه الحرب وكان ينبل لأعمامه النبال، فعلم الحرب والفرسان والخيول والسيوف والنبال، عمره 16 سنة، وظيفته أنه كان ينبل النبال لأعمامه. كذلك يحكي النبي الكريم وهو شاب عاش وشارك في حدث سياسي. سيدنا النبي كان مشارك حدث سياسي يسمى حلف الفضول، لأن عقب هذه الحرب بدأ الظلم يقع على الناس، وكان أحد الوافدين إلى الحرم من أجل أداء الحج والتجارة، إذا بهم أخذوا منه أمواله وضربوه وسرقوا كل ماله، فبدأ يطلب النجدة، لكن لم يكن هناك سلطة محلية، لم يكن هناك رجال أمن ولا رجال درك، فكان يصعد في باب الكعبة ويقول يا آل قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم، أظلم لا يمنع مني من ظلم. لقد ظلم هذا الرجل وأراد أن يفديه الناس، فكان أن القريش اجتمعوا وقالوا
هيا بنا نجتمع في دار عبد الله بن جدعان ونقوم بوضع حلف، حلف غايته أننا ننصر الضعفاء وننصر المساكين ونمنع الظلم. والنبي الكريم شارك في هذا الحلف وقد أشاد به بعد البعثة لما قال: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله جدعان ما أحب لي أنه أحب إلي من حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. معنى هذا أن الإنسان له أن يشارك في الأحلاف وفي المنظمات السياسية حتى ولو غير مسلمة، إذا كانت هذه المنظمات وهذه الأحلاف غايتها خدمة حقوق الإنسان والدفاع عن أحوال المظلومين والمهمشين وغيرهم. فالنبي الكريم شارك في هذا الحلف، والمشاركين كانوا كلهم مشركين، وقد أثنى عليه قال: أحب إلي به من حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. فلا مانع من أن الإنسان يشارك في المنظمات ويشارك في الأحزاب والنقابات حتى ولو لم تكن للمسلمين، حتى ولو كان فيها يهود ونصارى وملحدين، لكن بشرط أن تكون هذه المنظمات فيها مقاصد سامية تدافع عن حقوق الإنسان، عن الحقوق الكونية، عن المساواة وعن العدالة الاجتماعية ونبذ الظلم وغيرها. فالنبي قال: ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. وهناك حدث أخير نختم به يسمى حدث دبلوماسي شارك فيه النبي الكريم، وهو ما يسمى بتجديد بناء الكعبة. فمكة المكرمة في ذلك الزمان نزلت بها سيول أمطار غزيرة فتأثرت على الجدران وتصدعت جدران الكعبة وأعادوا بناءها من جديد. ولما أرادوا وضع الحجر الأسود في موضعه اختلف أشراف مكة، القبائل قالت: من له الشرف بأن يضع الحجر الأسود في مكانه؟ وظلوا مختلفين 4 أيام، حتى منهم من نادى: السيوف السيوف، القتال القتال. كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف أنهم يضعون الحجر الأسود في مكانه. علماء العرب قال: عندي رأي، قال: نحكم أول قادم من باب الصفا، أول قادم يدخل من باب الصفا رجلا أو أنثى، كبير أو صغير، شريف أو وضيع، له أن نحكمه، ولقى القبيلة الفلانية له ذلك. فالمفاجأة أن الذي دخل أول مرة من كان؟ كان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأته القبائل ماذا قالوا؟ هذا الصادق الأمين، رضينا بحكمه. فماذا فعل النبي الكريم؟ ظنوا بأنه سينتقي قبيلته بني قريش أو قومه بني هاشم، لا، سيدنا النبي ماذا فعل؟ بسط رداءه، أزل رداءه من ظهره وبسطه في الأرض، ثم تناول الحجر الأسود ووضعه فيه بيده، ثم طلب من كل رئيس قبيلة أن يأخذ بطرف من الرداء، ثم رفعوه جميعا، ففعلوا حتى وصلوا به إلى موضعه، فوضعه النبي الكريم بيده، وبذلك انتهت هذه المشكلة التي كانت أن تؤدي إلى حرب وقتال بين العرب في ذلك الزمان. كان عمر النبي أنذاك 25 سنة. هذه الواقعة تحدثت عنها مستشارة في الكونغرس الأمريكي، قالت: محمد وهو شاب استطاع أن يحقن الدماء. في هذه الواقعة التي تسمى تجديد بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود، قالت: إنه رأي دبلوماسي خطير، استطاع أنه يرضي الجميع. أخذ ثيابه وضعه على الأرض، ثم طلب من كل رئيس قبيلة أن يأخذ من الثياب طرف من الثياب ويرفعون الحجر الأسود، ورضوا جميعا، لم يميز لا بين هؤلاء ولا هؤلاء، فخلق عدالة منقطعة النظير. ثم قالت هذه الأمريكية: ومحمد ذكي، لأنه هو الذي حمل الحجر الأسود من الأرض ووضعه فوق الدثار، وبعد ذلك وضعه في مقامه، فهو الذي كان له شرف رفع الحجر الأسود من مكانه ووضعه في المكان المناسب. فقالت: لو كان محمد حيا في عصرنا هذا لحل مشاكل العالم وهو يحسو فنجان قهوة. فصلوات الله وسلامه على سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم يا ربي يا كريم، اجعل هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولده في 12 من ربيع الأول، تكون لنا مفتاحا للخير وللبركة والتيسير،
قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. والآن أيها الأحباب الكرام، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.